كوره بالباقيت دراسي نهار كبير هذا وخوالو يسال الماتش ما كنظن انه كلشي غينقص والله اعلم مرحبا بكم الاخوان في فلوق جديد عمري ما وريتكم السيتاب ديالنا هنايا نحاول نوري لكم في هذا الفيديو اصلا المهم اليوم جاتنا عرض من عند الجامعه باش تمشيو تفرجوا في المنتخب الوطني اللي عنده ماتش اميكال بعدا في برشلونه ضد تشيلي ودابا نوريكم شويه البيت وكيفاش غنمشيو لتما الى اخره اوكي اول حاجه عندنا الكرسي هو هذا ريزر الاخوان تلقاو تما كارت الصون اللي كتجي مع الشور ولا كتشريها باش تتحكم ليه في الصوت ديالو عندنا الارم ومن بعد الاكرون والكلافي انا فين غنبغي نشكركم الاخوان على الدعم الهائل اللي عطيتو لاشين مؤخرا راه ما يمكنش نافي البروجيكتور ديال الضوء احمر وهنايا ديال الضوء ازرق وهنايا كنكتب لكم كل نهار كلمه باش تكومونطيوها ليا مثلا اهم حاجه غادي نشجع المنتخب ما خصناش نساو الترابو الاخوان حاجه اخرى الاخوان هي انه عندنا كاميرا كما كتشوفوا ها هي سوني الفا 6600 عندها دوز اوبجيكتيف باتري زعما جوج باتريات باود مايك برو ولكن ما نديوهاش حيت خاصنا نفلوغيو دغيا ونمونطيو دغيا ونلوحو دغيا دونك خصني ضروري نمونطي بي سي وكاميرا الى اخره دونك نفلوغيوها بالتليفون هذا ما كان صافي نغادرو البيت ولكن قبل نخليكم مع سبونسر ديال هذا الفيديو اللي هو طب طب اللي هي احسن ابليكاسيون كتمكنك من انك تصيفط فلوس من لوروب للمغرب عقلوا معايا من لوروب للمغرب الا كنتي في الدول اللي غنبين لكم هنايا اي اسبانيا المان فرنسا اغلبيه الدول اللي كيكونوا فيها التلاميذ اوكي سو انت كاي واحد انا نعطيكم اكزومبل هنا صيفط للدار فلوس في دقيقه بغيت تصيفط الفلوس لداركم لعشيرك لشي واحد يدير لك شي سيرفيس في المغرب كتليشارجي طب طب كتكونكتي على كارت بنكير ديالك كتصيفط الفلوس كيوصلوا في البلاصه في الثانيه الكاش بلس وكيقدر ياخذهم داك الشخص اللي مصيفطهم ليه وما عندهاش دي فري كونتر لي جازونس الاخرين يعني كدير كلشي تليفونك وفي البلاصه كتبقى احسن خيار ليك وكاين واحد لوفر دابا سبيسيال اللي هي الا خدمتي برومو كود ديالي فاروق فاروق الراسه تكتبها تما كيزيدوا لك 50 درهم باش تصيفطها مع المونطون ديالك نخلي لكم الليان باش تريشارجيو طاطاب لتحت ما زيدش نطول عليكم نخليكم على الانترو ونبداو ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله احنا خرجنا الاخوان ما ناسينش كيف ما كتشوفوا حاج انت شنو ناس اخي انا كنت خلص او مارسي فهمت اللاعب هو في الجديد احنا دابا في ازقة ساراغوسا غنمشيو نحسنو ياك جاس ياس مابا حقاش بهاد الحالة ما مشيتش لبرشلونة اما الطاكسيات الاخوان دابا خصك شي بحال الطاكسيات البيضين في كازا خصك شي الاول فيه يا خويا تعمى شي 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 الاخوان ضروري ما دير الماسك فين شرحنا شرط سعد الاخوان باغي كيطلبوا منك ماسك باش تجلس في الطاكسي En cualquier lugar aquí mismo. Igual por aquí, porque si no allí yo no. Sí, sí, en cualquier lugar aquí está perfecto. Vamos a pagar con tarjeta. ¿Dónde? اول محل الاخوان ديال طريق كوفيتش رجع حل على قبلنا باش نحسنوا شو 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 الداخل عريان قال طريق شو 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 بوندي الخير الخير الله يبارك فيك مقدر علينا على الصباح ها 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 اول يوم يا اخي اي مارك شي فيديو جوج ايه يس طارق جيب معاه العده يس سير ما هو ترى احنا راكبين في طاكسي باش نتحركوا سينا الطاقم على السحمزه كون با تسو اخر هو الطاقم التقني ديال الترانا خصنا ضروري المعدات احنا باركين كنفطروا اوي 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 اوجه الوافد طلبنا ما طلعنا اخيرا حمزه هو واحد حبيبي سي احنا وصلنا الاخوان محطه السي مو جاي مشد بالتون يا جلسنا قصيو في الصحراء اللونج برشلونه كما كتشوفوا هاي الكارطه فيتيان تا
طلق لينا فيروز فيروز هاي جلسة هاد حط لينا قطارة تم كل شيء طريبي جزء انتم الاخوان اليوم الجمعة صحاتك الصحة طارق عاود لينا على السلتة ديالك في المترو باس فاموس المرويك وصير باس انا كاين واحد اخر لا لا ابو صوفا نزلوا لك واحد عرفتي كاع اللعبة اللي شريتي تونياتهم اما زبلوها ولا ما بقاوش كيلعبوا بارك على راسه الاخر اعتز اهلا الاخوان غادي نضبط القاع واش واش او التيران الاخوان او التيران الاخوان احنا حدا التيران ديال اسبانيا وطلقنا مع الدراري مع وليد الشيرس شحال شحال كتضل يسير مربوح 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 عطو السيرو اليوم غير ما تفكر دوسون لمن مرة مغرب اليوم عطو السيرو خوتي عقلوا عليا عطونا لي براسي ديالنا خاص طارق الاخوان هاي البلاصه فين جالسين فيها كابينات لقينا الماتش هنا هنا المغاربه خرجوا اللهم لا بد الاخوان لا بد المنتخب طلق الناشئ ديال الشيلي كلشي كيصفر صافي اخوان صافي فريمون بليزير منتخب يلعب في دولة اخرى سبليون ويكون مع الناس كاملين طارق كي جاك الكراسه ها اش طاب كاب 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 قوه لعبة الشيلي لعبة المنتخب شعلوا عجاجة هنا يا خضراء اخوان هما جاو يهزوهم اللي داروا العجاجه اخوان هذوك اللي داروا ديك العجاجه الخضراء جاو باش يخرجوهم من التيران ماشي بحال دونور وداك الشيء انا نصور لكم عافاك شي فانتا اخوان كنبغي نشكر واحد السيد سميتو يوسف حيجوب اللي هو المسؤول على لوكاليزاسيون ديال هاد الايفنت ديال ماكس سبورت شكرا لك بزاف على الانفيتاسيون دبرنا بلايص زوينين
المنتخب يربح الاخوان. كنشوفوا امرابط رجع، بونو رجع. سي ورجع ديال المزراوي تامين الصاف حتى هو عاط مزيان اول صير الاسطوره دراري تلاقيت واحد الدري كيتفرج فيا اسمي كامرا ودير ابول ياك داير ابول اه مفعل الجرس ما كاينش ضروري واحد الكيامر على اسمك شوف انا تلاقيت دراسي كي داير نهار كبير هذا الله يحفظك حبيبي حنا تنتفرجوا في الماتش اجواء هائله بزاف غتمشي لقطر ان شاء الله وين ساعه حتى الطريق ديال الماتش الساعه انا كنقول كنقول 0-0 حيت ماتش مزير شويه بان لي مزير شويه بان لي ماتش سيرتو ديالنا حنا الركله كيبان لي لاعب باغي يلقى تكتيك هذا هو اللي فهمته ولكن لاحظت واحد الحاجه هي الزياج ما عمرني ما شفتو كيدافع بحال هكا لاعبين لا لا كاينه الجرينتا هذا هو اللي زوين شوال داروا بحال المغرب تلقى الدخول لكل شيء كل شيء دخل دوزيام ميطا علي فينا اول عشيروس المحلل الرياضي ديالنا اش بالك الشوط الاول المغرب غادي مزيان والله العظيم اخضر النوالي الجزيره الرياضيه برشلونه السيكوريتي تقلقوا على الناس اللي كيبغوا الخونيات اول مره نشوفها السكسو والطعام ديالو راه كيقص هنايا كيتفرج هنا مغربي مع طريقوفيتش كنتفرجوا في الماتش وفيتش وانا شاك انه مع غير صفر نهايه المباراه
شحال واحد غينقص بزاف. اخوان نقصوا دابا السته هو الركراكي كيقول لهم حبسوا ما تبقاوش تنقصوا. داخل في دار زاهي على الغاربة